بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بحل هذا التمرين في الأعداد المركبة بكالوريا 2014 شعبة علوم تجريبية للموضوع الأول، لأن الموضوع الثاني قد هو موجود على قناتي في اليوتيوب. يعني الأعداد المركبة من 2009 حتى 2014 كلها محلولة لجميع الشعب، التقني الرياضي والرياضيات وشعبة العلوم التجريبية. إذن لننطلق على بركة الله في السؤال الأول. قال: حل في مجموعة الأعداد المركبة سي المعادلة التالية. لاحظوا إذن المعادلة التي أعطيت لنا يا أبنائي، لاحظوا جيدا، إنها معادلة من الدرجة الثانية، ومعادلة من الدرجة الثانية نتذكر مباشرة اللي هو المميز دالتا الذي يساوي لنا ب مربع ناقص 4 في أ في سي، يصبح دالتا يساوي ب مربع اللي هو تصبح لنا ناقص 6 في جذر 2 الكل مربع ناقص 4 في الواحد وفي السي اللي هو 36، يصبح لنا ماذا أبنائي؟ لاحظوا هذا لما نربع يصبح 36، والجذر 2 لما نربع يصبح لنا 2، معناه يصبح لنا 72 ناقص، ركزوا، ناقص 36 في 4، إذا نقول 36 في 4 تعطي لنا 24 هكذا، وهذا في هذا يعطي لنا 12، 14 تعطينا 144. الآن لما ننقص تصبح لنا دالتا تصبح لنا كم؟ مع هذا تصبح لنا ناقص 72، لأن 72 زائد 72 تعطي لنا ماذا؟ تعطي لنا 144. الآن هنا لما كنا في الإعداد الحقيقية كنا نقول لا يوجد حلول، لأن لا يمكن وضع هذا تحت الجذر، لكن لما جاءت الأعداد المركبة قالت لنا إن ناقص واحد يساوي لنا إي مربع، فنأتي بهذه القيمة ونعوضها هنا. ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج لنا دالتا يساوي لنا، يعني يصبح لنا 72 في إي مربع. نجذر هكذا ونجذر هكذا، ماذا ينتج؟ أنه هذا يخرج بالإي، ركزوا، يصبح إي في ماذا؟ 72 اللي هي 36 في 2، هذا كذلك يخرج، تصبح ماذا؟ تصبح 6 اي في جذر 2، ها هو جذر دالتا. الآن بعدما استخرجنا مع الجذر دالتا اللي هو هذا، نقول زاد واحد، زاد واحد يساوي لنا ناقص بي، ها هو البي، ناقص ما تصبح لنا 6 جذر 2 ناقص جذر دالتا اللي هو 6 اي جذر 2 على 2. نختزل من هنا ومن هنا ومن هنا، يصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا 3 جذر 2 ناقص 3 اي جذر 2، لأن اختزلنا الاثنان. هذا زاد واحد، زاد 2 أبنائي هو مرافقه، معناه لأن تصبح لنا زائد جذر دالتا تصبح لنا 3 في جذر 2 زائد 3 اي جذر 2 بهذه البساطة المطلقة أبنائي، قد وجدنا هذه الحلول. وللتحقق من ذلك يمكن أن نأتي بهذه القيمة كليا ونعوضها في هذا الموضع وفي هذا الموضع فنجد صفر، وكذلك هذه لو نأتي بها ونعوضها هنا وهنا كذلك نجد صفر. بهذه البساطة المطلقة قد قمنا بحل المعادلة من الدرجة الثانية. الآن أبنائي بعدما أكملنا، كما يمكن يعني هنا تبسيط هذه الحلول، لاحظوا جيدا، يعني كمجرد يعني توضيح فقط، يعني يمكن أن نكتبها هكذا: زاد واحد يساوي 3 في جذر 2، ننزعها من هنا ماذا يبقى لنا؟ واحد ناقص اي، وزاد 2 نستخرج 2 3 جذر 2 تصبح لنا 3 جذر 2 في، يعني ننزعها من هنا واحد، ومن هنا يبقى لنا هذا وننزع هذا يبقى لنا واحد زائد اي، ها هم الحلول، يعني بأبسط الآن بسطناهم بطريقة بسيطة. الآن نأتي إلى السؤال الذي جاء بعد في الهندسة. قال: المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس أو إي في النقط أ وبي وسي ودي والتي لواحقها على التالي. أعطت لنا زد أ وزد بي يساوي لنا مرافق زد أ، وزد سي يساوي لنا 6 جذر 2، وزد دي هي زاد سي على 2. قال السؤال الأول: أكتب زاد أ وزاد بي وواحد زائد إي في زاد أ على شكل الأسي. إذا في الأول ننطلق في زاد أ،
هنا عندنا في الزد أبنائي علينا أن نقوم بجلب العبارة. لاحظوا، ها هي عبارة زد. نحن نعلم أبنائي في أن الشكل الأسي لأي عدد مركب، إذا قلنا الشكل الأسي نقول زد يساوي لنا R في أسية تيتا، اي تيتا معنا. الآن هنا أبنائي معناه في الأول علينا أن نقوم بحساب الR. الR معناه ندخل هنا الطاولة وهنا الطاولة. الآن عندنا هنا لو نلاحظ إلى هذين الشيء، نلاحظ أن هنا جداء تصبح لنا هكذا زاد أ طاولته تساوي لنا طاولة ثلاثة جذر اثنان في طاولة واحد زائد إي، لأن درسنا أن جداء عدد مركبا يساوي جداء الطاولتين، ليس جداء الزاويتين العمدتين، لا جداء الطاولتين. لكن هذا يا أبنائي ركزوا، هذا هو عدد حقيقي موجب، والعدد الحقيقي الموجب طاولته هو نفسه، تصبح لنا ثلاثة في جذر اثنان، والثاني تصبح طاولته ما هي أبنائي؟ اللي هي هذا مربع زائد التخيلي مربع تحت الجذر، تصبح لنا زاد أ كطاولة تصبح لنا ماذا أبنائي؟ تصبح لنا ثلاثة في جذر اثنان في جذر اثنان. لاحظوا ها هو أمامكم، تصبح لنا زاد أ، لاحظوا أبنائي هكذا كطاولة تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا ستة. لماذا؟ لأن جذر اثنان في جذر اثنان هو الاثنان، والاثنان في الثلاثة هو ستة. إذا الطاولة ظهرت أنها كم أبنائي؟ ظهرت هي ستة. ركزوا، إذا طاولة زاد وآ تساوي ستة. نأتي الآن إلى الزاوية، نقول كوس تيتا آ نسبة إلى العدد مركب آ يساوي الحقيقي. ركزوا يا أبنائي، هنا قبل ما ربما فيه طلبة كثيرون يقولون يا أستاذ ما كيف نفعل لهذه الأمور، تابعوا جيدا، الأمور جد بسيطة أبنائي لا تخافوا. هنا لو أكملنا هنا النشر، لاحظوا جيدا، لو أكملنا إلا هنا النشر أمامكم ماذا يحدث؟ تصبح لنا ثلاثة جذر اثنان زائد ثلاثة إي جذر اثنان، لم أفعل شيء إنما نشرت. يصبح لنا الكوس يساوي الحقيقي على الطاولة، لاحظوا بأم عيونكم الحقيقي على الطاولة. لو نختزل هذا مع هذا تصبح أبنائي ماذا؟ الجذر اثنان على اثنان، ها هي أمامكم، لأن اختزلنا من هنا الثلاثة ومن هنا الثلاثة بقى لنا اثنان. سينس تيتا أ تساوي التخيلي ثلاثة جذر اثنان على ماذا؟ على الطاولة، بنفس الشيء نجد جذر اثنان على اثنان. ما هي الزاوية المشهورة التي لها الكوس يساوي السينس؟ ما هذه الزاوية إلا أنها تيتا أ تصبح كم أبنائي؟ تصبح بي على أربعة. إذا الزاوية التي لها الكوس والسينس متشابها هي ماذا؟ البي على أربعة. إذا نكتب هنا بكل بساطة أن زد أ يساوي لنا، لاحظوا جيدا، يساوي لنا ستة في أسية إي بي على أربعة. ها هو الشكل الأسي للعد مركب زد أ. الآن بعد ما أكملنا مع الزد أ سوف نتطرق الآن إلى الزد الثاني، ما هو؟ هو زد بي. لاحظوا إلى ماذا قال عن الزد بي، الزد بي قال هو مرافق زد أ. لما نقول أنه مرافق زد أ معناه يصبح لنا، لاحظوا جيدا، نأتي بعبارة الزد اللي هي ها هي أبنائي، ونقول تصبح لنا ثلاثة في جذر اثنان في واحد ناقص إي. يقول أحدكم لماذا؟ لأن المرافق يؤثر إلا على الجزء التخيلي فقط. الآن الطاولة تبقى هي هي اللي هي زاد بي، تصبح نفسها هي تساوي زاد أ، لأن هنا لو نجعل مرافق هكذا الطاولة وهنا الطاولة تبقى هي هي. ما معناه؟ معناها تصبح لنا تساوينا ثلاثة في جذر اثنان في جذر هي طاولة هذا العدد اللي هو واحد مربع زائد واحد مربع، وتساوي لنا ماذا؟ تساوينا ستة، لأن تصبح جذر اثنان في جذر اثنان في ثلاثة تصبح ستة. الآن كوس ماذا؟ تيتا بي يساوي الحقيقي، لو ننشر هنا هكذا تصبح لنا ثلاثة جذر اثنان على ماذا؟ على ستة، تختزل هذا مع هذا تصبح جذر اثنان على اثنان. سينس تيتا بي يساوي التخيلي، هذا في هذا اللي هو ثلاثة
الجذر 2 على 6 لكن بالناقص لأنها هو ناقص. يختزل هذا مع هذا تصبح لنا ناقص جذر 2 على 2. بالرغم هما العددين المترافقان، الزاوية إذا كانت للأول بي على 4 يكون ناقص بي على 4، لكن هنا ما هي الزاوية التي الكوس لديها هو بي على 4؟ هي بي على جذر 2 على 2 هي بي على 4، لكن نأتي إلى هنا إلى الدائرة المثلثية ونلاحظ ما هو موقعها. كل زاوية تقع في هذا الموقع نقول الزاوية الشهيرة، وهنا بي ناقص الزاوية الشهيرة، وهنا بي زائد الزاوية الشهيرة، وهنا ناقص الزاوية الشهيرة، ناقص الزاوية الشهيرة. الزاوية قلنا الشهيرة التي الكوس لديها هو جذر 2 على هو بي على 4، لكن نلاحظ إلى موضعها. الكوس موجب، ها هو الكوس، والسينس ها هو أمامكم سالب، إذا تقع في هذا الربع. هذا الربع نطبق عليها ناقص الزاوية الشهيرة. قلت ناقص الزاوية الشهيرة، يعني معناها تصبح تيتا بي يساوي ناقص بي على 4. لو وقعت هنا في هذا الموضع كما أشير تقول بي ناقص بي على 4. لو وقعت لكم في الربع هذا لقلت بي زائد بي على 4 فقط. ما معناه؟ معناه أنه تصبح، لاحظوا جيد، إذا قلنا تصبح لنا زاد بي شكله الأسي، إذا زاد بي يساوي لنا 6 في أسية ناقص إي بي على 4 فقط. الآن أبنائي نأتي إلى الزاد هذا الذي أعطي لنا. لاحظوا ما هو، هو 1 زائد إي، كذلك 1 زائد إي في زاد أ. أراد منا أن نعين له الشكل الأسي. أولا نأتي إلى الطاولة. الطاولة ماذا تصبح؟ تصبح طاولة هذا في طاولة هذا، وتساوي طاولة هذا اللي هو 1 مربع زائد 1 مربع تحت الجذر اللي هو الجذر 2 في طاولة زد أ. ها هي طاولة زد أ كم أبنائي؟ طاولة زد أ هي 6، تصبح لنا هكذا. إذا تعطي لنا ماذا لو نرتبها، يعني حتى تكون الأمور جد بسيطة، نقول لها 6 في ماذا؟ في جذر 2. الآن نأتي إلى العمدة. العمدة هنا حتى لا نتعب عقولنا، بما أنه جداء عددين مركبين اللي هي تصبح، لاحظوا أرج 1 زائد إي في ماذا؟ في زاد أ. هذه أرج جداء عددين مركبين، قرأنا أن تساوي لنا أرج العدد الأول زائد أرج العدد الثاني اللي هو زاد أ. الآن نأتي إلى 1 زائد إي، ما هي الكوس لديه؟ هو يظهر أنه بي على 4، كوس تيتا يساوي لنا الحقيقي، ها هو الحقيقي على الطاولة اللي هي جذر 2. السينس هي التخيلي لهذا العدد، هي التخيلي على الطاولة. ما هي لو ننطق هنا تصبح لنا جذر 2 على 2، وهنا جذر 2 على 2. الزاوية أكيد بما أنها تقع في الربع الأول في هذا الربع فهي بي على 4، معناه الزاوية بي على 4، معناه تصبح لنا هذا كم أرج لديه؟ هي بي على 4، نكتب هنا بي على 4 زائد أرج لزاد أ، أرج زاد أ ها هي أمامكم أبنائي اللي هي كم؟ بي على 4. بي على 4 زائد بي على 4 هي 2 بي على 4، ويساوي لنا نختزل هذا مع هذا تصبح لنا بي على 2. إذا لاحظتم؟ إذا ماذا نقول أبنائي؟ نصبح نقول أننا، لاحظوا جيدا، سوف نكتب هنا كل شيء، نكتب هكذا 1 زائد إي في زاد أ يساوي لنا الطاولة قلنا كم؟ قلنا 6 في جذر 2 في أسية إي بي على 2. ها قد الآن أبنائي استخرجنا الشكل الأسي لكلا ولا للكل من زاد أ وزاد بي وواحد زائد إي في زاد أ فقط. الآن بعد ما أكملنا هذه الأشكال الأسية نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده. السؤال الذي جاء بعده لاحظوا أبنائي ما هو، قال أحسب هذه النسبة أو هذا العدد، لاحظوا جيدا، اللي هو يساوي ماذا؟ ركزوا، 1 زائد إي في زاد أ على جذر 6 في جذر 2. لاحظوا جيدا هنا أبنائي نستعمل الشكل الأسي، تابعوا، 1 زائد إي في زاد أ اللي هو هذا، ها هي القيمة،
سوف نعوضها في هذا الموضع. ماذا تصبح؟ تصبح 6 في جذر 2 في أسية اي بي على 2، وفي المقام اللي هو 6 جذر 2، الكل قوة 2014. نختزل هذا مع هذا، تصبح تساوي لنا أسية اي بي على 2 الكل قوة 2014. عندنا هنا في دستور موافر، عندنا أو بدون أن تحفظ الدستور موافر، عندنا قاعدة في الرياضيات، إذا قلنا 10 قوة 2 الكل قوة 3 تساوي 10 قوة 2 في 3، يعني قوة القوة تساوي جدا القوتين، معناه هذا له الحق أن ينزل إلى هنا. يصبح معناه في ماذا ينتج أبناء؟ ينتج يساوي أسية اي 2014 بي على 2، لم أفعل شيء، إنما هذا قلنا ينزل هنا في الأس. نختزل هذا مع هذا، تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا أسية اي 1007 بي، لأن لما نقسم 2014 على 2 تصبح تساوي لنا 1007 بي. نحولها الآن إلى الشكل، لاحظوا إلى الشكل المثلثي لتظهر القيمة المضبوطة، تصبح لنا كوس 1007 بي زائد اي في سينوس 1007 بي. ماذا تقول القاعدة؟ بما أن هذا العدد هو عدد فردي، هو عدد حقيقي أولا لأن القسمة أصبحت تمة، يعني لم يبقى لكم عدد في المقام، لم يبقى لكم ثلاثة في المقام أو ستة أو ما شابه ذلك، ظهرت أنه عدد حقيقي مضبوط، إلا أنه عدد كيف هو؟ هذا العدد هو عدد، لاحظوا عدد فردي. بما أنه عدد فردي ماذا تقول القاعدة؟ تقول يصبح هكذا، يساوي كوس ماذا؟ 1006 بي زائد بي، قم بعملية الجمع، 1007 زائد اي في سينوس 1006 بي زائد بي. بما أن هذه 1006 عدد زوجي، يعني عدد من الدورات، نتركه يذهب، نتركه يذهب، لا نحتاجه فقط. ماذا يصبح أبنائي؟ يصبح يساوي كوس بي زائد اي في سينوس بي. لو جاء مثلا 1000 هنا في الحساب، جاءنا 1006، نتركه كليا، يعني نتركه، نكتب في مكانه هنا الصفر فقط، يعني لا تخافوا أبنائي، حتى لو كانت الأعداد سالبة أو موجبة لا يهمكم، المهم أعداد فردية أو زوجية. والكوس بي مشهور كم هو أبنائي؟ هو ناقص 1، والسينوس بي مشهور هو الصفر، إذا هذه القيمة في الأخير كم تساوي أبنائي؟ تساوي لكم ناقص 1، أما إن كانت كوس صفر تعطيكم 1، إذا هذه النسبة في الأخير، لاحظوا أبنائي، عفوا، إذا في الأخير أعطت لنا شيء اسمه ناقص 1 فقط، اللي هو عدد حقيقي سالب. الآن أبنائي بعدما أكملنا مع هذا السؤال، سوف نتطرق الآن إلى سؤال آخر. قال بين أن النقط O و A و B و D تنتمي إلى نفس الدائرة التي مركزها D. إذن هنا أبنائي لإثبات على أن مركزها يعني D، يعني كأنما هكذا هي دائرة يكون مركزها في هذا D، وهذا معناه سوف نقول إذا كنا نقطة O ونقطة مثلا A ونقطة مثلا B ونقطة C، قال أنها تنتمي إلى نفس الدائرة، معناه أن الطول هذا DO وDA وDB وDC يكون كيفهم؟ كلهم متقايسة. إذا كانت كل هذه الأطوال متساوية فنقول أنهم كل هذه الأربع نقاط تنتمي إلى الدائرة التي مركزها D. إذا ما علينا أولا أبنائي إلا حساب الطول، أولا DO، دي او ماذا يساوي لنا كطول؟ يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا زد او ناقص زد ماذا؟ ناقص زد دي. وتساوي لنا ماذا ابنائي؟ الزد او معروفه انها صفر، ناقص زد دي ها هي الزد دي، زد دي اللي هي زد سي على 2، لاحظوا تساوي، تصبح تساوي لنا صفر، قلنا انتهى دوره، زد سي ما هي؟ ها هي زد سي، الزد سي معناه اللي هي، لاحظوا جيدا، اللي هي 6
على جذر اثنان على ماذا؟ على اثنان. نختزل هذا مع هذا تصبح تساوي ناقص ناقص ثلاثة جذر اثنان اللي هي ك، بما أن عدد حقيقي حقيقي فقط فإن طاولته هي القيمة المطلقة، معناه اللي هي ماذا؟ هي ثلاثة جذر اثنان. معناه حتى يكون بقية النقط يجب أن نجد كلهم ثلاثة جذر اثنان. إذا نأتي الآن إلى الطول الآخر اللي هو دي أ يساوي زد أ ناقص زد دي يساوي ماذا؟ زد أ ها هي النقطة أ اللي هي ثلاثة، ركزوا هنا، ثلاثة جذر اثنان، لاحظوا، ناقص ماذا؟ ناقص ثلاثة اي جذر اثنان. قمت بعملية النشر هكذا حتى تكون الأمور جدا بسيطة. ناقص ماذا؟ ناقص زد دي، زد دي قلنا هي زد سي دائما على اثنان، يعني هذا تصبح لنا ناقص ثلاثة جذر اثنان، لأن هي ستة جذر اثنان نقسمها على اثنان تصبح ثلاثة جذر اثنان. لاحظوا جيدا، سوف يذهب هذا مع هذا، سوف تعطي لنا ماذا؟ تعطي لنا ناقص ثلاثة اي جذر اثنان. بما أنه تخيلي صرف فإن طاولته هي أن ننزع الاي والناقص فقط تصبح لنا ثلاثة جذر اثنان فقط. هذه هي الطول هذا اللي هي هذه طاولة هذا العدد، هو أن تنزع الاي وتنزع لأنها قيمة هكذا لأنه الطول. إذا هذه دي ماذا؟ قلنا أنها دي أ. نأتي الآن إلى دي بي. دي بي يساوي بنفس الخطة زد ماذا؟ زد بي ناقص زد دي يساوي الزد بي هو مرافق الزد أ، معناه هنا يكون إلا عندنا إلا شيء اسمه ماذا أبناء؟ إلا اسمه الناقص. نتابع جيدا، لأن هنا نعتذر في الزد أ، قلنا أنه ننشر هذا في هذا يصبح هنا الزائد، أعذروني، تصبح هكذا وتصبح هنا هكذا، وتبقى الطاولة دائما اللي هي ثلاثة جذر اثنان، يعني لم نخطئ إلا ما أن هنا كنت أحسب أنها ناقص فقط، أعذروني أبنائي. نكمل الآن، إذا ماذا يصبح لنا؟ زد بي، زد بي اللي هي مرافق هذا معناه نجعل هنا إلا الناقص، تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ثلاثة جذر اثنان ناقص ماذا؟ ناقص ثلاثة جذر اثنان ناقص زاد لي دي. زاد لي دي قلنا هي أنه هذا مع هذا تصبح ثلاثة جذر اثنان كطاولة، يذهب هذا مع هذا وتصبح تساوي لنا طاولة ناقص ثلاثة اي جذر اثنان، وبما أنه تخيل صرف طاولته ثلاثة جذر اثنان بهذه البساطة فقط. الآن نأتي إلى قال هو والنقطة سي، سوف نحسب دي سي عفوا. إذا دي سي يساوي لنا ماذا؟ زد سي ناقص زد لي دي تساوي لنا زد سي اللي هي ماذا؟ هي ستة جذر اثنان ناقص زد دي اللي هي ثلاثة جذر اثنان، وتساوي لنا اثنان طاولة اثنان جذر عفوا، لاحظوا أصبح لنا ثلاثة ثلاثة جذر اثنان كطاولة، وهذه تعطي لكم ثلاثة جذر اثنان. لاحظوا يا أبنائي إلى القيمة، هذه تساوي هذه القيمة وتساوي هذه القيمة وتساوي هذه القيمة، نقول ماذا؟ ومنه بما أن دي أو يساوي دي أ يساوي دي بي يساوي دي سي ويساوي ثلاثة جذر اثنان، فإن النقط ما هي؟ O و A و B و C تنتمي إلى نفس الدائرة التي مركزها ما هو أبنائي؟ مركزها مركزها D ونصف قطرها R يساوي ثلاثة جذر اثنان فقط بهذه البساطة المطلقة. ويمكن لنا إنشاء هذه الدائرة، سوف نلاحظ ذلك. الآن أبنائي سوف نقوم بإنشاء النقط وتلك الدائرة. لاحظوا لو نأتي إلى الآ، الآ لاحظوا نستعمل شكلها ماذا أبنائي؟ شكلها العسي. تقول القاعدة لما تكون هذه نرسم هنا نرسم دائرة
مركزها هنا لإنشاء الأ، مركزها أو ونصف قطرها كم؟ ستة. ها هو نصف قطر هذا هو الذي يمثل لنا ستة. وتابع جيدا أبنائي، إذا سوف نقوم بجلب المدور ونرسم دائرة نصف قطرها كم قلنا؟ ستة. لاحظوا إذا قلنا أنه هنا واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذا سوف نقوم بالتطويل هكذا ونستعمل هكذا ونرسم تلك الدائرة. ها هي الدائرة، لاحظوا هكذا الدائرة. الآن ما هي الزاوية؟ تعيين الزاوية، الزاوية اللي هي بي على أربعة، بي على أربعة نأتي بالمنقلة ونعينها هنا أمام أعينكم. لاحظوا بي على أربعة اللي هي خمسة وأربعون، خمسة وأربعون ها هي الزاوية خمسة وأربعون، لاحظوا جيدا. يعني نرسم، نقوم برسم خط هكذا ويتجه، تقع تلك إذن النقطة سوف تكون في هذا الموضع، هنا النقطة أبنائي أ. النقطة ب هي نظيرتها، يعني كيف نظيرتها؟ معناه لو نرسم خط هكذا أبنائي، ها هي النقطة ب في هذا الموضع، تكون النقطة يا أبنائي النقطة ب صحيحة 100%، أنها نظيرتها. كل عدد ليس ناظر مرافق، المرافق يكون دائما متناظرا بالنسبة إلى محور الفواصل هكذا. نأتي الآن إلى النقطة ب، نأتي الآن إلى النقطة C. نقطة C اللي هي كم أبنائي؟ لاحظوا هي 6 في جذر 2، 6 ها هي هنا موضع 6، في هذا الموضع يكون 6 لأن نصف القطر. بقي لنا الآن جذر 2، جذر 2 اللي هو 1 فاصل، ندقق جيدا. الآن أبنائي لو نأتي إلى الزاد سي، فيه طرق يعني كيفية إنشاء الجذر 2، لكن لا داعي لكل هذه الأمور، سوف نريكم هنا يعني بأبسط طريقة اللي هي هذه، يعني تصبح بالتقريب اللي هي 8.48 وهذه اللي هي 4.24. 8.48 يعني تكون إذا كانت هنا 6 7 8.48 هنا تقع النقطة، ماذا؟ النقطة يا أبنائي اللي هي سي. أما النقطة دي فهي نصفها، فهي نصف النقطة أبنائي، ما هي؟ نقطة سي. إذا تكون هنا 1 2 3 4.24 تكون تقريبا في هذا الموضع، لاحظوا جيدا، يعني في هذا الموضع تكون النقطة ماذا؟ النقطة دي. قال هو ماذا؟ أثبت أن النقطة، أن النقط تنتمي إلى الدائرة. نأتي الآن أمامكم أبنائي بالمدور ونلاحظ جيدا، ها هو المدور، تعالوا نقوم برسم هذه الدائرة. ها هي أبنائي، لاحظوا، هل سوف نستعمل لون آخر حتى يكون الأمر واضح؟ لاحظوا نتابع جيدا، إذا هذا ليس هي النقطة سي، تابع أبنائي ركزوا، النقطة سي قلنا أن موضعها هو هذا هنا، ونلاحظ هكذا يعني بالتقريب سوف تمر على جميع النقاط. ها هي، ها هي تلك الدائرة، إذا سميناها الدائرة مثلا هكذا بهذه البساطة. أما الدائرة الزرقاء فهي رسمنا بها زاد أ وزاد ب بقيم مضبوطة 100% فقط. الآن أبنائي نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، قال أحسب هذه النسبة اللي هي زاد ب ناقص زاد سي على زاد أ ناقص زاد سي. ركزوا هنا أبنائي كيف يمكن أن نحسب هذه النسبة، ثم يأتي الأسئلة التي بعدها. لاحظوا إذن زاد بي، ها هي زاد بي اللي هي مرافق زاد أ، ما نصبح لنا هكذا مباشرة ننطلق في العمل. زاد بي اللي هي ناقص تصبح لنا هي المرافق، معنى هذا ناقص، يصبح لنا ركزوا، يصبح لنا 3 جذر 2 ناقص 3 اي جذر 2. لاحظوا أبنائي لأن قلنا البي هو ناقص، وهنا أن مرافق يصبح ناقص، ناقص زاد سي اللي هو ناقص 6 جذر 2
على ماذا؟ على زاد أ. الزاد أ هو هذا العدد لكن بدون نقص، بحلنا ثلاثة جذر اثنان زائد ثلاثة اي جذر اثنان ناقص زاد س اللي هو ستة جذر هكذا جذر اثنان، ونكمل العمل هكذا. يصبح ماذا أبنائي؟ سوف ننطلق. إذا تصبح لنا ناقص ثلاثة جذر اثنان ناقص ثلاثة جذر اثنان، لأن هذا مع هذا يذهب هكذا. ثم عندنا كذلك في المقام ماذا يحدث؟ يحدث لنا ناقص ثلاثة جذر اثنان زائد ثلاثة اي جذر اثنان. ركزوا هنا أبنائي، يمكن أن نستخرج الثلاثة جذر اثنان كعامل مشترك ونختزلها. كيف أبنائي؟ تصبح تساوي ثلاثة جذر اثنان في البسط وثلاثة جذر اثنان في المقام. يصبح لنا ناقص، لاحظوا جيدا، ناقص واحد ناقص اي، وفي في المقام ناقص واحد زائد اي. أعيد النشر تجدون أن الكلام أنه حقيقي. نختزل هذا مع هذا مباشرة يعني فليذهب. إذا لما نختزله يحدث هذا الأمر يعني يذهب كليا، ونضرب المقام في المرافق لكي نتخلص من الإي من المقام. تصبح هنا نضرب هكذا اللي هو ناقص واحد ناقص إي، وفي هنا تصبح ناقص واحد ناقص إي يصبح يساوي. ثم نكمل في المقام مباشرة، يعطيكم مربع هذا زائد مربع الذي هنا تصبح مباشرة اثنان، لأن هذا مربع يصبح ناقص هذا مربع والناقص ناقص يصبح زائد، لأن الإي هو مربع هو الناقص واحد. أما في البسط يصبح لنا ماذا؟ الجداء الشهير رقمه ماذا؟ لاحظوا ناقص واحد ناقص إي الكل مربع. يصبح لنا هذا الجداء ما هو؟ هو الجداء الشهير رقم واحد. لماذا؟ لأن الناقص والناقص مع التربيع يصبح هنا زائد، لا يحدث شيء، تصبح زائد أبنائي. يصبح مربع الأول زائد مربع الثاني اللي هو إي مربع يصبح ناقص واحد زائد ضعف الجداء، يعني يذهب هذا مع هذا تصبح لكم اثنان إي. هذا ما تحصلنا على البسط. ثم الاثنان سوف تذهب مع الاثنان نتحصل على إي. يعني هذه النسبة كليا تحصلنا على العدد التخيلي الصرفة إي. لاحظوا تحصلنا على هذا الذي يسمى إي، هذا الأمر الأول. ثم قال جد قيسا للزاوية سي أ وسي بي. لاحظوا جيدا ما معنى قيسا لهذه الزاوية؟ معناه كأنما نقول هكذا، لاحظوا نقول قيسا معناه أرج هذه النسبة اللي هي زاد بي ناقص زاد سي على زاد أ ناقص زاد سي تساوي ماذا؟ تساوي لنا أرج العدد الذي وجدناه هو إي. وبما أنه عدد تخيلي صرف موجب كم؟ يصبح تخيلي صرف موجب، فالزاوية تصبح ماذا؟ تصبح بي على اثنان. معناه الزاوية المحصورة ما بين زي الموجهة المحصورة ما بين أ سي أ سي أ اللي هي دائما تذكرون المقام ثم البسط، و سي بي هي ماذا أبنائي؟ هي بي على اثنان فقط. ثم قال كأنما هنا يريد أن لو طرح سؤال آخر، قال مثلا ما طبيعة هذا المثلث؟ ما طبيعة المثلث؟ ما هو المثلث الذي يتحدث؟ اللي هو سي سي أ بي. لو نأتي الآن هنا إلى الشكل، ها هو الشكل أمامكم، ركزوا هنا أبنائي. لو نأتي الآن هنا في الشكل سوف نلاحظ شيء معين. ما هو؟ إذن سي أ، ها هو السي أ والبي. لاحظوا جيدا، قال إذن سي أ بي، ها هي النقطة بي، هذا المثلث. أكيد سوف يكون هو يظهر أنه مثلث قائم، ها هو قائم في النقطة سي، ومتساوي الساقين، ها هو أمامكم. لماذا؟ لأن طاولة هذه النسبة هي طاولة هذا العدد وتساوي واحد، فيصبح ماذا؟ فيصبح لنا، ركزوا، فيصبح لنا سي أ يساوي سي بي.
إذا سي أ يساوي سي بمعنى في هذه العين متقيسا معناه متساوي لا متساوي الساقين. لكن عندنا كذلك أرج تلك العدد كم؟ بي على 2، فإن الزاوية المحصورة بين السي أ والسي بي كم؟ 90 درجة، إذا يصبح وقائم في النقطة سي التي تذكر في البسط والمقام. إذا هذا المثلث اللي هو سي أ بي هو مثلث قائم ومتساوي الساقين وهو يظهر أمامكم. الآن قال ما طبيعة الرباعي أو أ، ركزوا سوف نتبع هكذا أو أ سي، هذا السي ثم البي، هذا الرباعي هو يظهر هنا جليا أنه ماذا؟ أنه مربع أو إنه مربع، نعم ركزوا. لكن كيف نثبت؟ قال ما الطبيعة؟ الأشياء التي عندنا أن علينا أن نبرهن أولا أنه متوازي أضلاع. هل يوجد لنا أسئلة قد طرحت من قبل تثبت على أنه متوازي أضلاع؟ قال بين أن طائرة فقط. لكن لاحظوا جيدا أنه يا أبنائي قد برهن هذا الشيء أن النقط A و B أو A B C تنتمي إلى نفس الدائرة التي مركزها النقطة D. ها هي أبنائي النقطة D، ها هي النقطة D. إذا ما معنى؟ معنى هذا، لاحظوا هذا الطول يساوي هذا الطول ويساوي هذا الطول ويساوي هذا الطول، يعني سوف استعمل لون آخر حتى تظهر. إذا هذا الطول يساوي هذا الطول ويساوي هذا الطول ويساوي هذا الطول. إذا ماذا يكون هذا الرباعي يا أبنائي؟ إذا كانت أقطاره كلها، لاحظوا هذا يساوي هذا يساوي هذا يساوي هذا، لاحظوا جيدا ما هو الرباعي الذي فيه؟ أولا أن النقط، ركزوا النقط ماذا؟ نقول النقط، ما هي النقط اللي هي سي ودي ماذا؟ وأو في استقامية. لماذا؟ لأن كل، لاحظوا هذا حقيقي وهذا حقيقي والنقطة أو صفر في استقامية لأنها تنتمي إلى ماذا؟ تنتمي إلى محور الفواصل. وماذا؟ والنقط ماذا أبنائي؟ والنقط الأ وماذا؟ والبي متناظرتان بالنسبة إلى كذلك إلى إكس إكس فتحة، لأن لاحظوا هي مرافقتها، فيصبح هذا الشكل الذي فيه، لاحظوا ركزوا ما هو الشكل الذي فيه الأقطار متساوية؟ الأقطار المتساوية هي تكون لمن؟ تكون يا إما للمستطيل أو تكون لمن؟ تكون للمربع. فإن الرباعي في الأول ما هو؟ في الرباعي O A B C B كيف هو؟ مستطيل، أنه هو الذي فيه هذه الخاصية، ليس متناصفة إنها متقايسة هي أمامكم. ولكن الزاوية هنا ما هي؟ اللي هي قلنا أنه C A وماذا؟ ركزوا C A و سي بي، قلنا الزاوية المحصورة هي بي على 2. والمثلث ما هو المثلث؟ قلنا سي أ بي قائم ومتساوي الساقين، يعني أصبح هذا وهذا وفيه زاوية قائمة. ما هذا الشكل إلا أن الرباعي يا أبنائي O A C B مربع، هو الذي فيه هذه الخواص، فيه الأقطار متقايسة، وفيه أمر آخر فيه ضلعان متجاوران كيف هما؟ متقايسان متعامدان.
إذن يصبح هذا الشكل يا أبنائي بأبسط طريقة هو مربع، هو الذي يتميز بكل هذه الخواص. الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الذي جاء بعد، قال ليكن R الدور الذي مركزه O. لما يذكر أي تحويل بالمركز نذهب إلى العبارة المختصرة، زد فتحة ناقص زد أوميجا يساوي لنا أسية إي تيتا، لأنه دوران. لو قال شيء آخر لأعطيناه شيء، لو قال التحكي لقلنا كا، لو وضعنا هنا في هذا المكان كا، لو تشابه لقلنا كا في أسية إي تيتا. يعني هذه الأمور عليكم بفهمها. الآن لما لكن قال هو دوران نستحل إلا أسية في زاد ناقص زاد أوميجا، لكن المركز هنا ما هو يا أبنائي الذي أعطي لنا؟ لاحظ المركز الذي أعطي لنا في هذه الحالة هو الأو، معناه نعوض هنا بأو ونعوض هنا بأو، والزاوية هي بي على اثنان. دققوا هنا بأم عينكم، ماذا تصبح؟ تصبح زاد فتحة يساوي لنا أسية إي بي على اثنان في زاد. لو نحوله إلى الشكل المركب كما قال تصبح لنا زاد فتحة يساوي لنا هنا هذا الشكل الأسي، أسية إي بي على اثنان، ماذا يساوي لنا؟ يساوي لنا كوس بي على اثنان زائد إي في سينوس بي على اثنان. لكن هنا نعلم أن كوس بي على اثنان هو صفر وهذا يعطي لكم واحد، إذا تصبح لنا كليا نتحصل على إي. ماذا معناه؟ يصبح إي في ماذا؟ في زاد. ها هي عبارة العبارة المركبة لهذا الدوران. الآن بعدما أكملنا عبارة هذا الدوران نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، قال لاحظوا عين لاحقة النقطة سي فتحة صورة سي بالدوران، إذا ها هو الدوران، ثم تحقق أن النقط سي وآ وسي فتحة في استقامية. أولا علينا إيجاد ماذا أبنائي؟ علينا إيجاد سي فتحة. إذا لإيجاد سي فتحة ما علينا إلا أن نعوض هنا سي فتحة وهنا نعوض بسي فقط، معناها تصبح لنا هكذا زاد سي فتحة يساوي إي في زاد سي اللي هي ماذا؟ هي ستة في جذر اثنان. إذا تصبح لنا زاد سي بكل بساطة زاد سي فتحة يساوي لنا ستة في إي جذر اثنان فقط. بهذه البساطة ها قد الآن وجدنا أبنائي ماذا؟ هكذا وجدنا سي فتحة. الآن جاء السؤال الذي بعده، قال ثم تحقق أن النقط سي وآ فتحة وآ وسي فتحة في استقامية. لاحظوا هنا أبنائي لو نأتي أولا إلى الشكل وندقق كيف يمكن إنشاء النقطة سي فتحة. إذا عندنا النقطة سي ها هي، وعندنا النقطة آ ها هي، وعندنا النقطة سي فتحة قال هي صورة سي بالدوران الذي مركزه النقطة أو اللي هي المبدأ هنا في هذا هنا. لاحظوا جيدا يعني سوف تتحول هذه النقطة، لاحظوا جيدا إذا النقطة هذه النقطة سي سوف تتحول هكذا بتسعون درجة إلى هنا، لكن بما أنه دوران فهو يحافظ على أنصاف الأقطار، معناه إذا هي تقع الآن، ضمناها أنها تقع، لاحظوا كانت هنا النقطة سي على محور الفواصل بتسعون درجة بالاتجاه الموجب وصلت إلى محور التراتيب، لكن الآن موقعها أين هو؟ سوف نأتي الآن بالمدور، ها هو المدور أمامكم، لاحظوا أبنائي نقطة بنقطة، ثم نقوم الآن هكذا في هذا الموضع ونتحول، ركزوا هكذا أبنائي، لاحظوا لو نرسم هكذا دائرة سوف تكون النقطة في هذا الموضع، لاحظوا هنا، ركزوا أبنائي، معناه لو نكمل المحور هكذا سوف تلاحظون بأم عينكم هذا الشيء،
لاحظ جيدا، ها هي تلك النقطة، لاحظوا ها هي النقطة سي فتحة. لو نلاحظ في الشكل هل هي في استقامية أم لا؟ تعالوا نلاحظ، ها هي في استقامية أمامكم، أنا في الشكل صحيحة 100%. الآن كيف نثبت ذلك حسابيا؟ لإثبات على النقط هذه التحويلات أنها في استقامية ما علينا إلا برهان هذه النسبة. أن نقول، ركزوا، أن نقول زاد هكذا، لاحظوا جيدا، زاد مثلا سي فتحة ناقص زاد سي على ماذا؟ أو ناقص زاد أي يعني المهم نختار واحدة وانتهى، على ماذا؟ على زاد سي فتحة ناقص زاد سي، يجب أن نجدها عدد حقيقي. إذا وجدنا هذه النسبة اللي هي زاد سي فتحة ناقص زاد أ على زاد سي فتحة ناقص زاد سي تنتمي إلى آر، يعني نجده عدد حقيقي، يعني لا يوجد فيه الإيفاء، فالنقط في استقامية. يقول أحدكم يا أستاذ لماذا اختر زاد سي؟ اختر زاد أ أو اختر زاد سي فتحة، المهم ثبت واحدة وانتهى، ثم ننطلق في عملية التعويض. تعالوا تصبح لنا ماذا؟ قلنا أنه تصبح زاد سي فتحة اللي هي هذه كم؟ اللي هي 6 إي عفوا 6 إي جذر 2 ناقص زاد أ، ها هي أبنائي زاد أ اللي هي كم؟ مباشرة ندخل ناقص، تصبح لنا ناقص 3 جذر 2 ناقص 3 إي جذر 2. لم أفعل شيء، إنما نشرت هذا، تصبح لنا 3 جذر 3 اي جذر 2، ودخلنا على ناقص بحنا ناقص 3 اي جذر 2 على، لاحظوا، على زاد سي فتحه قلنا اللي هي 6 اي جذر 2 ناقص زاد سي اللي هي، ها هي زاد سي اللي هي 6 جذر 2. ونتابع نقطه بنقطه، ماذا يحدث ابنائي؟ تصبح تساوي، قلت يجب ان نجد عدد حقيقي، تصبح تساوي لنا ناقص 3 جذر 2، وهذا مع هذا يصبح لنا زائد 3 اي جذر 2 على المقام اللي هو ماذا؟ نرتب اللي هو ناقص 6 جذر 2، لاحظوا جيدا، زائد 6 اي جذر 2. لم أفعل شيء أبنائي، إنما الآن ما رأيكم أن نختزل ماذا؟ 3 جذر 2 من البسط والمقام. ماذا ينتج أبنائي؟ لاحظوا جيدا، تصبح لنا ناقص 1 زائد اي جذر 2، وفي المقام تصبح لنا ماذا أبنائي؟ تصبح لنا ناقص، قلت نختزل 3، 3 جذر 2، تصبح لنا ناقص 2 زائد 2 اي بكل بساطة فقط. لماذا؟ لأن هنا لو نختزل هنا نستخرج 3 جذر 2، ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا ماذا؟ يبقى لدينا ناقص 2، وهنا لو نستخرج كذلك 3 جذر 2 يصبح لنا زائد 2 اي، لأن 3 جذر 2 أعيد النشر في هذه القيمة، ماذا ينتج؟ ينتج لنا 6 6 اي جذر 2 بهذه البساطة، وفي البسط كذلك لما نزلنا بقي ناقص 1 وبقي لنا اي جذر، لا عفوا، جذر 2 هنا كذلك يذهب، أعذروني، هنا كذلك جذر 2 يذهب، يعني لا يبقى نصيب للجذر 2. أعذروني أبنائي على هذه الهفوات الحسابية فقط. إذا نكمل هكذا، ثم ما رأيكم أن نضرب في المرافق؟ المرافق اللي هو ناقص 2 ناقص إي، وفي البسط نضرب ناقص 2 ناقص إي، تصبح ماذا؟ في المقام مباشرة تصبح لنا هذا مربع زائد هذا مربع اللي هي كم؟ تصبح 4 8. وفي البسط نكمل النشر، هذا في هذا كم؟ تصبح لنا 2، ثم هذا في هذا، قلنا هنا عندنا ناقص، وهذا في هذا تصبح لنا كم؟ زائد اي، وهذا في هذا ناقص، ركزوا، نعم قلنا، وهذا في هذا تصبح لنا ناقص 2 اي، وهذا في هذا، لاحظوا أبنائي كم تصبح لنا؟ وهذا في هذا تصبح لنا ناقص ناقص تصبح لنا زائد، ركزوا، زائد 1،
لأن تصبح ناقص، إذن إي في إي ناقص واحد، والناقص بهنا زائد واحد. هنا نتابع جيدا. إذا نكمل أبنائي، هنا دائما أعذرني قلت يعني كثيرا ننسى. هنا قلنا بما أن ضربنا في المرافق هو ناقص اثنان ناقص اثنان اي في، هنا ضرب هنا ناقص اثنان ناقص اثنان اي، ثم يعني نكمل الحساب رويدا روي. قلنا علينا أن نجده أنه عدد حقيقي، تصبح هكذا في المقام، قلنا يصبح مربع هذا اللي هو 4 زائد مربع هذا اللي هو 4. الآن في البسط تصبح لنا ماذا؟ هذا في هذا أصبح لنا اثنان، ثم هذا في هذا أصبح لنا ناقص، أصبح لنا زائد اثنان اي، ثم لاحظوا ركزوا هذا في هذا كم يصبح؟ ناقص اثنان اي، ثم لاحظوا جيدا هذا في هذا تصبح لنا ناقص اثنان اي مربع، لكن هذا هو ناقص واحد مع هذا النقص أصبح لنا كم؟ أصبح لنا زائد اثنان، يذهب هذا مع هذا تصبح لنا 4 على 8 ويساوي لنا ماذا؟ ويساوي لنا نصف. بما أنه نصف فنقول أنه يوجد هنا، ها هي بما أن قلت يجب أن نجد تلك النسبة، كم نجدها؟ قلت نجدها عدد حقيقي، معناه تصبح تساوي، إذا هنا وجدناها أبنائي تساوي نصف. ومنه يوجد التحاكي، والتحاكي يجعل النقاط على استقامية، إذا نقول ومنه النقط. لو وجدناها مثلا هنا تخيلي، مثلا واحد على اثنان إيه نقول متعامدة، يعني يصبح سي سي فتحة و أ سي فتحة متعامدان، لكن هنا لما جاء عدد حقيقي نقول ومنه النقط الأ والسي والسي فتحة في إس استقامية، يعني لإثبات ذلك دائما نستعمل هذه. أو يمكن أن نقوم بحساب الشعاع أ سي فتحة والشعاع ماذا؟ والشعاع سي سي فتحة، نجدهم مرتبطان خطيا فهما في استقامية. هذا فيما يخص هذا السؤال. نأتي الآن إلى السؤال الذي جاء بعده، لاحظوا جيدا، قال عين لاحقة أ فتحة صورة أ بالدوران ماذا؟ R. نحن قلنا الدوران أعطي لنا زاد فتحة يساوي لنا E في زاد، وأراد منا أن نجد A فتحة صورة A، يعني هنا نعوض بالA فتحة وهنا نعوض بالA. نحن عندنا الA صورة الA قيمتها ها هي أمامكم أبنائي، ركزوا ها هي نقطة الA، ها هي يا أبنائي. تعالوا الآن نعوض، تصبح لنا زاد A فتحة يساوي لنا E في ماذا؟ في جذر ثلاثة، اثنان في جذر ثلاثة زائد ماذا؟ ثلاثة اي جذر اثنان، لأن قمت مع عملية نشر هذا في هذا وهذا في هذا. نكمل، تصبح لنا زاد أ فتحة يساوي لنا ماذا؟ هذا في هذا كم يا أبنائي؟ تصبح لنا ثلاثة اي جذر اثنان، وهذا في هذا الاي في الاي اللي هو الاي في الاي هو ناقص واحد، تصبح لنا ناقص ثلاثة جذر اثنان. يعني يمكن أن ثم نكتب زاد أ فتحة تساوي لنا، لو نستخرج ثلاثة جذر اثنان كعامل مشترك يبقى لدينا هنا ناقص واحد زائد اي. ها هي يا أبنائي، هذه هي ماذا؟ لاحقة أ فتحة صورة ماذا؟ صورة A بالدوران R. الآن لو نأتي الآن إلى الشكل، نتابع جيدا، تعالوا نذهب الآن إلى الشكل ونلاحظ ذلك بأم أعيننا، نتابع لأنه طلب منا معرفة ماذا أبنائي؟ لاحظوا جيدا، سوف نقوم بجلب معنا الشكل لنلاحظ ذلك. ها هو الشكل، ركزوا، قال سوف نلاحظ A فتحة صورة A بالدوران R. أين هي الA؟ فتح الA، ها هي الA، سوف يتقال تتحول، سوف نأتي ب من قال أمامكم ونحول النقطة A بتسعون درجة. هذه النقطة سوف تتحول أبنائي بتسعون درجة، إذن لاحظوا جيدا، لكن ركزوا
هنا ها هو المركز هو أو، وأراد منا أن نحولها بتسعون درجة إلى هذا الموضع. ونعم نحن على صواب، لأن لو نلاحظ هنا ها هو الحقيقي، كيف هو الجزء الحقيقي سالب والجزء التخيلي موجب. إذن سوف، إذن لاحظوا جيدا، نقوم هكذا ثم نأتي بماذا؟ ها هي النقطة 100%، ها هي النقطة آ فتحة. لو نأتي كذلك بالمدور سوف يحقق لنا، لأنه الدوران يحافظ على تلك المسافة. تابعوا، ها هو نأتي بالمدور ولاحظوا بأم أعينكم كيف تتم العملية، هكذا ونأتي ونقول هكذا بالتقريب، ها هي النقطة بالتقريب، تصبح لنا ها هي النقطة أ فتحة، حيث تحولت بدوران. هنا قيمته هنا كم؟ 90 درجة، اللي هي بي على 2. لاحظوا جيدا، إذا بي على 2. الآن ماذا قال؟ قال ثم حدد صورة الرباعي، اللي هو المربع. صورة الرباعي أو أ وسي وبي. لاحظوا جيدا، أولا نلاحظ ذلك في الشكل حتى لا تختلط عن الأمور. أو أ سي، ترتيب، يعني الترتيب شيء ضروري. تابع هكذا، سي وبي، ها هو الرباعي، ها هو الرباعي. طلب منا أن يتحول هذا كليا بزاوية كم؟ يعني كل، لاحظوا جيدا، لاحظوا بأم عينكم ماذا سوف تلاحظون يا أبنائي. قال هو ثم حدد الصورة. لو نأتي الآن إلى النقطة، قلنا أن النقطة، لاحظوا هذه النقطة البي، لو تتحول بالدوران هذا بتسعون درجة ماذا تصبح؟ تصبح ماذا؟ تصبح هنا، ركزوا سوف تتعلمون به. قال هو حدد الصورة، متابع. إذا قلنا أن صورة ماذا؟ صورة، ركزوا، صورة البي أصبحت ماذا؟ لاحظوا، إذا أولا قال هو أو أ سي بي، إذا الأو لم تتغير، نقطة صامدة. إذا يصبح ماذا؟ يصبح أو، هذا الأول. البي أصبحت ماذا؟ أصبحت أ. ركزوا جيدا، قلنا أو أ، إذا نأتي الأول أولا إلى الأ، ها هي الأ، هذه تحولت إلى ماذا؟ تحولت إلى أ فتحة، إلى هنا، يعني أو ثم أ فتحة، لاحظوا أ فتحة، وعندنا ماذا؟ الأ فتحة، ثم عندنا قلنا البي تحولت إلى ماذا؟ البي تحولت إلى، نأتي أولا إلى السي، نرتب، أريد أن ترتيب، السي تحولت بهذا الدوران إلى هنا، إلى السي فتحة، يعني أو أ فتحة سي فتحة، والنقطة ماذا؟ والنقطة هذه البي تحولت هنا إلى ماذا؟ إلى الأ. لاحظوا جيدا، معناه يصبح الرباعي الذي نتج يا أبنائي ها هو أمامكم، لاحظوا ها هو أمام أم أعينكم. ما هو يا أبنائي؟ إنه ماذا؟ إنه مربع. ما هو هذا المربع؟ هو أو أ، لاحظوا هو أو أ سي أ فتحة، يعني كأنما هذا المربع تحرك بتسعون درجة. هذا المربع الذي يظهر هنا باللون الأخضر كما أشير هنا الآن باللون الأسود، هذا كليا تحول بتسعون درجة مع الدوران، لأن الدوران يحافظ على تلك المساحة. معناه يصبح تلك المربع الذي جاء هو اسمه أو أ
سي فتحة قلنا سي فتحة و أ، إذا يصبح لنا أو بالترتيب أ ماذا؟ لاحظوا سي فتحة و أ فتحة، ها هو المربع الناتج. إذا نقول صورة بهذه البساطة صورة المربع ما هو في الأول؟ أو أ سي ب، هو المربع ماذا أبنائي؟ بكل بساطة أو أ سي فتحة و أ فتحة، لأن الدوران يحافظ على المسافات وعلى الأشكال وعلى المساحة، حتى المساحة تبقى كما هي، لأن لو كان التشابه ربما ينقصها أو يزيدها، لكن المربع لا يحدث أي شيء. وكذلك عندنا ماذا؟ أن كل هذه النقاط تصبح صور للأخرى، ها هي، لاحظوا جيدا أبنائي حتى أزيدكم شرحا، يعني حتى تعرفوا هذه الأشياء، يعني صورة مربع بدوران هو مربع. إذا لأن R صورة الأو هي أو لأنها نقطة سامدة، وصورة الأ هي أ فتحة، وصورة السي هي سي فتحة، وصورة البي هي الأ. معنى الشيء الذي نتج هو أو أ فتحة سي فتحة وماذا؟ وماذا؟ بهذه البساطة وأ. وهذا عبارة عن ماذا؟ عن مربع بأبسط طريقة. إذا صورة مربع هي مربع بالدوران بهذه البساطة أبنائي. أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، إن وجدت أخطاء في الحساب فاعذروني لأن الكمال لله، كما نرجو من أبناء وبنات الدعاء لنا بالصحة والعافية، لأن صحتي هذه الأيام نوعا ما متحطمة نوعا ما، إلا أني أرجو منكم الدعاء لنا بالصحة والعافية. وزوروا موقعا له وصفات الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ولكي نكمل المسير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.